بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، حلقة جديدة من رومنتادا على شاشة قناة المحور. ولا صوت يعلو على صوت منتخبنا الوطني والوديتين، ودية النيجر وليبيريا. أكيد المعسكر المقام بمدينة الإسكندرية وروي فيتوريا، ووصول كل اللاعبين وآخر اللاعبين المنضمين هو نجمنا الكبير محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول، وايضا وصل محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومرموش وفتوح وامام عاشور، واستقبل كمان فيتوريا محمد حمدي احمد الونش محمود حمد الونش واحمد سيد زيزو. بشاشه على وجه النجم محمد صلاح مع محمد غرابه مدير المنتخب، وطبعا روي فيتوريا لقطات لتدريب المنتخب. تريزيجيه النجوم بقى اللي هيشرفونا ان شاء الله ويعملوا مباراتين ولا اروع. مرموش، تريزيجيه، محمد غرابه، فيتوريا، عاشور، امام عاشور، فتوح، يعني نجوم ان شاء الله يعملوا مباراتين يكونوا فيها عند حسن الظن، يكونوا فيها واقفين على كل الخطوات. ده محمد صلاح مع غرابه وري فيتوريا، نتمنى لهم التوفيق في اللي جاي، لان مباراتين يعني دي البدايه، حمى البدايه مع المدير الفني الجديد روي فيتوريا، وجود اللاعبين المحترفين. اعتقد ان الراجل اختار احلى تشكيله بالنسبه له، سواء من المحليين او المحترفين. نتمنى يا رب كده ان يكون في تواجد جماهيري، تكون مباراتين على مستوى واداء منتخبنا الوطني في السنوات اللي قبل كده وفي المباريات اللي قبل كده. ننسى الفتره اللي فاتت بحلوها ومرها، ولكن نبدا مع الراجل ده بدايه كويسه. صلاح طبعا واكيد الراجل بيتكلم معاه على طبعا اخباره ليفربول، الحمد لله على السلامه، الدنيا، الماتشين، الجماهير. طبعا انا قبل كده نشدت الجماهير تبقى موجوده، وكان في تقرير من اسكندريه، وقال عمرو الحلو قال ان هو اتكلم مع الحاج عامر حسين وكل القائمين على منطقه الاسكندريه لكره القدم، وهو الراجل العضو مجلس اداره ايضا في الاتحاد المصري لكره القدم عامر حسين، وقالوا ان في جماهير وفي حضور جماهير كويس جدا. هو ده زمان كان دايما المنتخبات بتنقل مره في المحله، مره في اسكندريه، مره في بورسعيد، كانوا دايما بيروحوا الاسماعيليه كمان، وده حاجه كويسه جدا. شايف ان فيها فرايتي كويس جدا لوجود النجوم الكبار ووجود منتخبنا الوطن اللي هو نقدر نقول نجوم الصف الاول في الكره المصريه، سواء محليين او محترفين. وجودهم في مدينه الاسكندريه، المدينه الساحليه الجميله، وجود الجماهير اعتقد هيبقى لهم طبعا، يعني مش هنقول مفعول السحر، لان المباراتين هم مباراتين وديتين للنيجر وليبيريا، لكن في فحواهم هم مباراتين الراجل المدير الفني يقدر يقف ويشوف اللعيبه، يقدر يشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي. الراجل جاي بعد تجربه نقدر نقول غير مكتمله للكابتن ايهاب جلال اللي بيتمنى التوفيق مع النادي المصري. اكيد عارف ان الكره المصريه والاعلام المصري والجماهير المصريه لا تقبل دائما الا بالفوز بالبطولات والاداء المميز. نرجع نقول تاني، هو الراجل اكيد بيتكلم ويشوف مصر وبيشوف السي في بتاع المنتخبات الوطنيه ويشوف البطولات اللي شارك فيها منتخب مصر. هيجي يقف عند 98 وهيخش بعد كده 2006 على 2008 على 2010 على وصول قبل النهائي، للوصول النهائي في دورتين قبل كده 17 و19، كانت في مباراه فاصله على الصعود لكاس العالم. يعني كل الامور دي اعتقد ان هو شايف ان هو في مكان مميز، شايف ان في بنية تحتية قوية، شايف اتحاد مصري قوي وموفر إمكانيات مهمة، جاب كمان مواطنه البرتغالي مدير فني البرازيلي، أنا آسف هم الاثنين بيتكلموا برتغالي، أنا آسف، مدير فني المنتخب الأولمبي، برضو نواة قوية وكويسة. كل الأمور دي إن شاء الله كل التوفيق فيها لمنتخبنا. هرجع تاني اقول الجماهير وبنشد الجماهير من خلال برنامج الرومنتادا على شاشه قناه المحور يبقى متواجد عشان نرجع الشكل الحلو، الشكل الجميل. سام بقى لو تفتكروا كده، وفي لقطات كده مخرجنا المتميز ياسر عاصم يرجعك كده للحنين ل 2006 والملحمه الكبيره 2019 والجماهير العظيمه، حاجه ولا اروع. هي الجماهير دي اللي بتحرك الصخر، هي الجماهير دي اللي بتخلي اللعيبه في الملعب، يعني اللاعب رقم 13 و12 و15 و20 و30 ولحد مليون لو تقدر تقول جماهير لها مفعول السحر. لما تبقى الجماهير موجوده، يعني هنرجع تاني نقول الكلام من المسرح من غير جمهور ما يتشافش، المطرب اعظم مطرب في الدنيا يغني وصاله فاضيه مش هيبدع. هو ده دايما، يعني نتمنى من جماهيرنا تتواجد، ودي تبقى بروفه قويه